بسم الله الرحمن الرحيم، معكم رنا الحرفه من قناه على المطبخ. النهارده هنعمل الاكله البسيطه الجميله اللي قدامنا دي، صينيه الرز المعمر وصينيه بطاطس بالفراخ. طبعا كلنا هنقول دي حاجه عاديه وبنعملها كل مره، لا احنا عاملينها المره دي بطريقه جديده وبطريقه حلوه وطعم وريحه في منتهى الجمال في منتهى الروعه، وان شاء الله تعجبك وصدقيني هتقومي تعمليها وهتعتمديها، هتبقى هي دي طريقتك في صينيه البطاطس. مش كل صينيه البطاطس بتبقى طعم واحد ولا ريحه واحده ولا شكل واحد. وقدامك صينيه الرز المعمر اهي هتنطق وتتكلم، وطبعا احنا عملناها مع بعض كذا مره، فاحنا النهارده احنا عاملين صينيه البطاطس دي الامر اللي قدامنا. تعال نشوف احنا عملناها ازاي ومكوناتها ايه. معنا الفرخ اللي قدامنا الجميلة دي، حنقطع طبعا الضفر ده، ما بي طبعا بيبقى فيه زفارة وكده، فاحنا بنشيله طبيعي من اي فرخة بتاعتنا. وهنقطع بقى الفرخة بتاعتنا، هنقطعها على 6، والله عايزة تقطعيها 8 قطع انت وراحتك زي ما انت عايزة وعلى حسب عدد افراد اسرتك اعملي. هنقطعها بقى زي ما انت شايفاني بقطعها كده اهو، طبعا هي مغسولة ومنقوعة وزي الفل زي ما انت شايفاها قدامك كده. هنقطع طبعا الزور، احنا بنقطع الزور كله كده من اوله لاخره، ايوه كده عشان نفصل الصدر عن بعضه. وهنقسم بقى الصدر كده اهو، وهنقسم كل قطعة من الصدر 2 على اساس ان هي تبقى 6 قطع يعني. وهنعمل لها دلوقتي احلى تتبيلة هتخلي ريحتها جاية باخر الدنيا. اهي قدامنا اهي قطعناها اهي ما شاء الله عليها، هنشيلها طبعا وهنغسل البلانشة بتاعتنا كويس قوي، عشان طبعا احنا عارفين ايه الفراخ ما ينفعش ايه ما تغسليش مكانها البلانشة بتاعتك. المهم احنا دلوقتي معانا هنا ربع كوباية من اللبن، هنحط عليها توابل الفراخ، هنحط فلفل اسمر، هنحط كبابة صيني، هنحط بابريكا، هنحط توابل الفراخ، هنحط ايه، هنحط معلقة زيت، هنحط خل، هنحط ليمون. هي دي التتبيلة بتاعتنا. وكده انا ما بتكلمش كتير يا جماعة، انا بقول المكونات مرة واثنين وثلاثة عشان الناس اللي ما بتاخدش بالها وبتكتب لي في الكومنتات ان انت ما بتقوليش كل حاجة، طب احنا ما فهمناش ده متحط ازاي. وفي ناس بتبعت تقول والله بلاش الكلام، كلام كتير في ايه يا جماعة، احنا بنقول الوصفة بتاعتنا مكوناتها ايه لا اكتر ولا اقل، لا بنقول خالتي ولا سلفتي ولا عمتي ولا اي حاجة، خلاص من اي حاجة من الكلام الفارغ ده يعني. احنا بنتكلم في اللي احنا بنعمله. احنا عملنا التتبيله طبعا، وانا ما قلتش ان احنا حطينا ملح، احنا دلوقتي حطينا ملح وهنقلبها كويس قوي لحد ما تمتزج طبعا بالتتبيله بتاعتها، نغطسها كده فيها نخليها تشرب من التتبيله بتاعتها كويس قوي، وهنركنها على جنب. وهنشوف البطاطس قدامنا اهي، هنجيب بصلتين حلوين كده هنخرطهم كده جوانح، زي ما احنا شايفين اهو قطعناهم خلاص كده تمام. هرش عليهم ملح، احنا برش عليهم ملح عشان طبعا ينزلوا العصارة بتاعتهم. ولسه طبعا هندعكم دلوقتي مع البطاطس بايدينا زي ما هتشوفي دلوقتي انا بعمل. دلوقتي البطاطس اهي قدامنا، هنحط التوابل على البطاطس. التوابل بتاعت البطاطس عبارة عن ايه، عن فلفل اسمر، عن بابريكا، عن توابل الفراخ، عن كبابة صيني، بس هي دي التوابل بتاعتنا.
وهتقلبي عليها البطاطس بتاعتك كويس قوي عشان تشرب من التتبيله. طب احنا ما حطيناش ملح على البطاطس عشان احنا حاطين الملح بتاعنا على البصل، وحاطين برضو ملح في التتبيله بتاعت الفراخ، فلازم توزني الملح بتاعك عشان الاكله بتاعتك ما تطلعش ايه حادقه. هنقلب كويس قوي زي ما احنا شايفين كده اهو. بعد كده هننزل عليها بالبصل وهنمسك كل ده ندعكه في بعض. ولا فكره حركه ان انت تمسكي البصل وتدعكيه مع البطاطس. الحركه دي اولا بتخلي الاتنين ياخدوا من طعم بعض، تاني حاجه بتخلي البصل ينزل العصاره بتاعته وبيطعم البطاطس في منتهى الجمال. تعال نشوف هنحط ايه تاني دلوقتي. وبرضو انا ما بتكلمش كده كتير، انا بقول الوصفه بتاعتنا. معانا 4 طماطميات صغيرين هنخرطهم تخريط كده عشوائي، لان احنا مش عايزينهم لا مبشورين ولا عايزينهم مضروبين في الكبه ولا مضروبين في الخلاط. هي الوصفه كده، احنا هنقطعها كده تخريط كده صغير زي ما انت شايف. هننزل على البطاطس بالطماطم بتاعتنا اهي، تمام. هنقلبها كويس قوي، منظرها اهو رائع قدامك زي ما انت شايفه كده. هننزل بعد كده بالفراخ بتاعتنا اللي احنا قطعناها وحطيناها في التتبيله بتاعتنا، اللي هي عباره عن لبن، ربع كوبايه لبن، وعليها التوابل طبعا، البابريكا وعليها فلفل اسمر وتوابل فراخ والكباب الصيني. اهي بقيه اللي فضل معانا من التتبيله حطيناه عليها، وهندخلها الفرن من غير ورق حراري ولا اي حاجه. وعملنا صينيه الرز المعمر دي، احنا عملناها مع بعض قبل كده كذا مره، فما رضيتش اصورها المره دي عشان ما تزهقوش وتقولوا ان احنا بنصور حاجه احنا عملناها قبل كده. شايفه صينيه البطاطس هتنطق وتتكلم كده، صينيه البطاطس عمرها ما هتبقى معاكي زفره ولا اي حاجه. انت حاطه لها خل، حاطه ليمون، نقعها كويس، غسلها كويس، تتبيله شربت منها. اللبن اساسا بيخلي الجلد والطعم اللحم الفراخ في منتهى الجمال في منتهى الروعه. والاكله سهله وبسيطه، وممكن تعمليها لو انت مستعجله، لو انت مش فاضيه تعملي اكل لاولادك، يعني ما فيش ربع ساعه هتكوني مخلصه، وما بتاخدش وقت في الفرن ولا اي حاجه. اكله سهله وبسيطه وبالف هنا وشفا. وبألف هنا وشفا.